اهلا بيكم بموضوعيه جديده. صعب ان انت تصف حكم لرئيس قاعد يدير البلد دي 30 سنه انه كلها كانت سودة. اكيد كان في زي ما في قرارات سيئه كان في قرارات جيده وكويسه. من اهم القرارات الجيده والايجابيه اللي اتخذها الرئيس الاسبق مبارك قرار انه يخلي يوم 7 يناير اجازه لكل المصريين. لو تسالني ده كان لازم يكون ده من زمان يا اخوانا. عيد ميلاد السيد المسيح، عيد ميلاد السيد المسيح ده عيد مصري للمسلم وللمسيحي، مش للمسيحي بس. بس التطرف اللي خدنا. علشان كده تحيه فعلا للرئيس مبارك ان هو خد هذا القرار، وعلى الاقل كان عاوز يقلل شويه تطرف. عايز اقول لك ان كان في بعض اساتذه الطب، وبذكر لك اهو، في بعض الجامعات الكبرى المصريه كانوا يقرروا امتحان طب يوم 7 يناير. منتهى طبعا قله الادب والعنت. علاقتنا مش محتاجه قرار من رئيس الجمهوريه بين كل مصري ومسيحي، لكن النهارده قررنا يكون لنا احتفاء خاص ب 7 يناير. الاحتفاء ده هو ان يكون برنامج المصرف افندي و360 النهارده من الساعه 10 للساعه 12. اهلا بكم ومساء الخير، وكل سنه ومصر كلها طيبه. وبالمناسبه دايما بقول كل سنه والاقباط طيبين، مش الاقباط اللي هم المسيحيين، الاقباط. دايما بنعيد المعلومه ان جبت يا قبط هم الاقباط. الاقباط جايه من كلمه ايجيبت، فالاقباط هم المصريين عامه. كل سنه وكل المسيحيين طيبين، ويا رب يجعل كل ايامنا اعياد. ودايما بنتلم حوالين بعض قوي في الازمات، يعني تحصل الكنيسه البطرسيه تلاقينا بعديها باسبوع مع بعض برضه في الاعياد، مفيش حساسيات، مفيش مشاكل. ومهما عملوا التاريخ هو اللي بيقول كده، مش احنا اللي بنقول. ما حصلش قبل كده ان اي حاجه من دي ادت لاي وقيعه بين المسلمين والمسيحيين. ولكن يعني هو اليوم النهارده ممكن ما يكونش مناسب قوي لاثاره اي حاجه، بس هي حلقتنا النهارده هيكون شعارها انت شايف 2017 ازاي. فبداية كده عايزين نقول، شايفين العلاقة بين المسلمين والمسيحيين أو بين المواطنة في مصر والمواطنين كلهم إزاي؟ استوقفني رواية جميلة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في راجل من الصحابة استلف أو خد فلوس من اسمه، الراجل ده اسمه ابن حضرد الأسلمي. استلف 4 دراهم من واحد يهودي. فاليهودي جاي يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له الراجل مش راضي يديني فلوسي. فالرسول رد على ابن حضرد قال له أعطيه حقه. بيقاوح بقى يقول له اصل انا معيش فلوس، اصل احنا، قال له اعطيه حقه. اصل انا مستني غزوه خيبر، احنا رايحين خيبر وفي غنائم، قال له اعطيه حقه للمره الثالثه. وكان المعلومه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول حاجه 3 مرات تبقى خلصت، يعني ما تقاوحش ما تتكلمش فيها. فالراجل عمل ايه؟ قام رايح قالع البرده بتاعته اللي هو الرداء، وقال للراجل يهودي يساوي كام عندك؟ قال له خلاص هاخده بالدين بتاعي. واحده ست معديه قالت له اصاحب رسول الله يبيع ردائي؟ أو يبيع بردتي؟ هي دي الحكمة، إن الحق حق. هي دي المواطنة اللي سيدنا محمد يعني طبقها من 1400 سنة. مش عايزين بقى يعني إيه أقول أنا قصدي إيه؟ لا، أنا قصدي يا ريت أي أحداث من اللي بنخاف منها كفتنة طائفية، لا عايزين جلسات عرفية في 2017 ولا حبوا بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام ساعتها ما قالش أصل البعد السياسي، أصل الأغلبية المسلمة، لا، الحق حق. وده درس لينا كلنا، المواطنة هي الحق حق. يا ريت لما يحصل أي وقع بين مسلم ومسيحي ما نقولش أصل هنقعد مع بعض وهيبوسوا بعض ويحبوا بعض، لأ، ساعتها هنقول القانون يتطبق على الكل، وساعتها هتلاقي الحب والوئام يغرق الدنيا. دي حكايات غير بقى حكاياتنا كلنا مع يعني احكي لنا بقى حكاية. أنا عايز أحكي لك يا أحمد، أنا مش محتاج أروح للتاريخ البعيد قوي. أنا فاكر وأنا طفل 6 7 سنوات ولا يزال المشهد ده في ذاكرتي. البيت اللي احنا كنا ساكنين فيه في مدينة طنطا وقع وانهار، وكان والد الله يرحمه ما كانش موجود ساعتها في المدينة، كان في القاهرة مسافر. وأتذكر بشكل كبير جدا إن كان لينا أسرة مسيحية جارة لينا في قلب الشارع، هي اللي احتوتنا وهي اللي تكفلت بإن أسرتي والدتي وإخواتي نقيم عندها، وتولوا كل حاجة والله لحد ما جت الإسعاف وقدرنا نوفر مسكن تاني. يعني مهما أنا حكيت أكيد عند كل واحد قصة.
انا مبسوط بالعنوان اللي مختاره احمد سالم النهارده. 2017 شايفينها ازاي؟ شايفينها سياسه واقتصاد وفن وادب، اخباره ايه؟ وقبل ما نفتح الملف ده بيني وبينكم وبيني وبين احمد سالم، عايز انوه ان مع ضيفي الكريم الكبير النهارده الاديب والمثقف الرائع دكتور مدحت العدل، هيشرفنا النهارده بعد الفاصل وهندير معاه حوار ممتع وهيقول لنا شويه اسرار جديده. ميزه دكتور مدحت العدل، علشان هو صديقي فلازم يبقى ميزه، ان هو زملكاوي زي احمد سالم، فانا هقع بين اتنين زملكاويه وانا اهلاوي طبعا ولسه معلمين على الزملكاويه، اعتقد هيبقى حوار ممتع. نبدا باحمد سالم، انت شايف الرياضه في 2017 ازاي؟ وشايف مصر هتعمل ايه في انجولا في كاس افريقيا؟ بصوا يعني اتمنى زي 2006 2008 2010 ما جمعونا حوالين حاجه حلوه، يا رب تكون 2017 دي سنه حلوه وسنه تبدا بانتصار، يمكن ناخد البطوله. واحنا كنا قبل كده في 98 في بوركينا فاسو لو تفتكروا، الجوهري قال لنا هنطلع ال 13 وخدناها، فاحنا مستوانا دلوقتي الفريق كويس جدا وان شاء الله يعمل حاجه احنا محتاجينها قوي كعامل نفسي، ان احنا ننزل بقى نهيص في الشارع وجامعه الدول بقى والحركات. لا يعني هنطلع على دور الاربعه ولا شايف ممكن نتاخد كده؟ لا انا بحب احلامنا تبقى واحده واحده، يعني احب نفكر في المجموعه بعد كده نخش طب على الدور. ممكن نتصدر المجموعه في 2017؟ مش شرط، مره قبل كده تصدرنا مجموعه طلعنا بعديها، مش هي دي يعني مش دي اللي احنا نطمننا. المهم ان احنا نلعب، يعني في ميزه هيكتور كوبر بيفكرني بالجوهري ان هو بيلعب في حدود الامكانيات، ما بيغامرش يعني على قد الحافه. بالظبط، ودي كويسه لان انت لو فتحت مع الافارقه في السرعه مش هتخلص. ده حقيقي. اتمنى انها تكون، ويا رب بقى الزمالك ياخد الدوري. كفايه فترة بقى، كفايه فترة بقى، انتوا ما بتزهقوش؟ جمهور المصري فندي كله اهلاويه لانه بيشكل 90% من الشعب المصري، وهيظل صراع بينه وبين احمد سالم، وانا قلت له اكتر من مره ان ثورتين قاموا علشان حاجه واحده بس، ان يظل الاهلي هو بطل الدوري. يا بيه انتوا ما بتزهقوش في حسوا بالغلابه، حسوا. طب قول لي الكوره لو انتوا خدتوا، لو الزمالك خد الدوري هل الاسعار هتتراجع يا احمد؟ الاسعار؟ الاسعار عايزه عفريت مش عايزه الزمالك. الشعب طبعا بيعاني اليومين دول معاناه شديده جدا، كلنا كمواطنين حاسينها. لا الدنيا منفلته بشكل كبير جدا، مهما حاولت ان انا اتجمل واجمل واراعي موقعي كاعلامي واحسس على كلامي والف وادور والكلام ده واقول كلام منمق، بس هتقلب المحطه. لا طالع عين اللي جابونا، الاسعار نار نار نار. اللي مجنني يا احمد يعني لو حتى قيمه الجنيه انخفضت 50 60%، المفروض سعر السلعه يتضاعف مره واحده، يعني ابو 5 يبقى ب 10، بس ينفع يبقى ب 15 و20؟ لا بص اقول لك حاجه، مع كامل احترامي لرؤيه جميع الاسعار، يمكن يعني يمكن استاذ محمد شايف الاسعار او يعني شايفها من منطق الصحفي دايما، الصحفي بيبقى دايما عنده حته نقل الواقع. انا كراجل دارس اقتصاد ممكن يبقى العكس، تشخيص الواقع، يعني بحب دايما عارف مثلا اديك مثال بالجراح، انت لما تروح لدكتور وعندك حد غالي عندك بيعمل عمليه، بيقوم واقف قدام مثلا جهاز الاشعه يقول لك ايه انا هقطع الرجل دي واوصلها بالودان وافتح فتحه على الرجلين، انت قلبك بيوجعك من كلامه بس هو شغلته كده. فانا شايف ان الانفلات اللي حصل في الاسعار هو مرتبط بالتعويم. في تجار جشعين بس في تجار مش جشعين، في انفلات في حاجات معينه بس في حاجات فعلا هي كانت ب 10 على التاجر بقت ب 20، فالالم عامل زي جرعه العلاج الكيماوي، وكل المؤشرات اللي طلعت خلال الثلاث ايام اللي فاتوا بتقول ان الكلام ده صح. يعني لما الاقي الايكونومست اللي هي يعني انا مسميها مرات ابو المصريين، يعني عداء رهيب كانت معانا ومع ذلك نحترم رايها، الايكونومست لما تطلع تقول لك ان مصر من افضل 12 وجهه استثماريه في العالم بعد التعويم، ده تفاؤل، يعني خدنا العلاج الكيماوي بس استفدنا حاجه. لما اسمها بلومبرج تطلع تقول على السياحه ان احنا من افضل 20 مقصد سياحي في 2017 برضو حلو، روسيا اليوم لسه متكلمه على الموضوع ده. فطبعا الاسعار دبحانه ومحتاجه ظبط وربط، بس اللي بيحصل ده عباره عن جراحه قطع رجل قطع حاجه يعني من صعب قوي قوي، بس كان بقالها 30 40 50 سنه مؤجله. انا ده تقييمي. انا خايف ان الحكومه تعمل زي احمد سالم وتاخد تقارير الدوليه بتاعه الايكونومست وبلومبرج وتتجاهل ام سيد في امبابه وام محمد في شبرا وام ابراهيم في الصعيد، هوية دي التقارير الحقيقيه اللي لازم الحكومه تاخدها، لازم تنزل تسمع للناس الاول. انا يفرق معايا ايه تقارير دوليه عمال يستف لي ورق وارقام ممكن الحكومه تكون لفاها ومقلوظاها،
انا اللي يهمني ابو احمد وابو خالد وابو سيد لما بينزلوا على عربيه الفول الصبح يقدروا يكفوا بطنهم ويشبعوهم بالسبعة جنيه ولا اكتر. طب ما اقول لك حاجه، مختلف مع احمد بصراحه. لا لا بص، بالنسبه لابو احمد وابو خالد وابو سيد، برنامج تكافل وكرامه اللي اتعمل ممكن يكون يعني رايح لدول. انا بالعكس انا شايف ان الكوى او يعني العذاب الحقيقي هي الطبقه المتوسطه، ودي كانت من انا برضو اقترح ان مع التعويم كان لازم حاجه للطبقه المتوسطه، وليكن رفع حد الاعفاء الضريبي، كان لازم ان ارضى يصحب الكلام ده. انت النهارده لغايه النهارده حد الاعفاء 1200 جنيه في الشهر اللي هو 14440. طيب يعني حد ادنى الاعفاء يبقى 3000 جنيه في الشهر ان لم يكن اكتر. طبعا يعني انا الراجل ابو 3000 ده هاخد منه 600 جنيه ضرايب؟ لا ما بقاش مستحيل. ما ينفعش. فدي تنقص التعويم. التعويم كان لازم يطلع معاه كذا حاجه كده، ايه ازق معاه، يطلع معاه في نفس الوقت اعفاءات ادي له اعفاء، يطلع معاه في نفس الوقت تحريك او يعني تظبيطات شويه اكتر. احمد التعويم كان عباره عن اكسل شيت قعدت فيه الحكومه في اوضه ضلمه زي الاستوديو ده اللي عمله لنا في القاهره والناس، وقاعدين على الكمبيوتر وخلاص وبيسوي، بس ما عملوش مراعاه لاشياء كثيره جدا. ينفع ان انا حتى لو كان العلاج مهم وان انا متاخر فيه 40 50 سنه زي ما بيقولوا، ان باخد الجرعه كامله مره واحده؟ ما المريض ممكن يطب ساكت. الدكتور لما بيكتب لي الدواء يا اخوانا، دواء الشرب ولا الحبوب، بيقول لك كل يوم حبايه. الحكومه ادتني شريط كله على جرعه واحده. على جرعه النهارده ما ايوه خلاص، مش في غرغرينه؟ يقول لك لازم اقطع رجلي عشان الغرغرينه. احنا وصلنا لمرحله الغرغرينه الاقتصاديه. خلينا بص، اصل انا اسهل حاجه، انا معاك والناس حاجه تقطع القلب، والناس النهارده اللي كان عايش بالعافيه بال 2000 جنيه مش قادر يعيش ب 4000 جنيه، ماشي كل ده انا مقر بيه وحاجه تقهر، ولكن هي غرغرينه. انت كان لازم تقطع، والا بقى احنا يا جماعه والله ما كان قدامنا شهر زياده. انت جالك كمان وقف البترول بتاع ارامكو قضى على بقيتك، يعني كان شهر زياده ومفيش اكل وشرب في البلد. ده الواقع. انت باصصها انا وانت دلوقتي من زاويه اقتصاديه، نفتح الملف على واسع اقول لك ابعاد اجتماعيه لده، لا هتنتشر امراض زي السرقه، هتنتشر امراض اخلاقيه سيئه زي الرشوه، هتنتشر اشياء كثيره جدا من قلب المنصه دي ما اقدرش اتكلم فيها. بس فعلا لازم الحكومه تراعي. هل هي كان غريب عليها انها تزود حد الاعفاء زي ما بيقول احمد سالم؟ المشكله وبعدين هي سايبانا ليه للتجار يلعبوا بينا؟ سايبانا ليه للتاجر انه يتلاعب بيا؟ طب قول لي بقى، شايف 2017 ازاي اقتصاديا؟ اقتصاديا يعني اذا استمرت الامور والحكومه مش قادره تحمي الطبقه الدنيا والوسطى، انا اعتقد الست شهور الاولى هيبقى فيها مشكله، واعتقد ده، لكن لا اتمناه ان تحدث قلاقل اجتماعيه. تقدير ان الحكومه ممكن تلم نفسها وتسيطر سيطره جزئيه في النص الثاني علشان حاجه واحده بس، اللي هو بدايه تدفق غاز حقل ظهر وهتدخل لنا عمله صعبه. لكن استثمار ومش استثمار، انا ما زلت شايف ان في مجموعه من الهواه بيديروا ملفات الاقتصاد ومش شايف فيه كفاءات اقتصادية عليا أو كبرى، مع كامل احترامي للجميع كأشخاص. إذن فأنت متشائم. ست شهور الأولى أنا متفائل، وخليني أرجع لكلام الرئيس قال إيه؟ اصبروا علينا ست شهور، يعني معناه إن ست شهور الجايين لا صعبين. مش هضحك عليك. هو أنا دايما بقول يعني حاجة كده، قصة أقول لك، في واحد بيبص لنص الكوباية الفاضي وفي واحد بيبص لنص الكوباية المليان. يا باشا الناس ثانية واحدة بس يا بيه أكمل لك. أنا في مش لاقي، أنا بقى من الناس اللي بحمد ربنا إن عندي كوباية أساسا. فأنت قد تكون السيء ده في اللي أسوأ وأسوأ ما قدامناه. أصل بص، لو اتشائمنا وأحبطنا صدقني مش هنعرف نفكر. يعني خلينا نتفائل، ولو جت وحشة يبقى مش معترض، مش معترض على ان القرار كان ينبغي ان يكون بهذا الشكل. بس خلينا برضو نطلع من الاقتصاد، ما جزء منه السياحة. ايه رأيك في اداء وزير السياحة ووزارة السياحة؟ بس كلام بقى يعني اللي هو على ابوه، على ابوه بتاع بلاده يعني. لا بص، يعني دايما لما نحب نقيم حد قيمه في ظل الظروف اللي هو جه فيها. ماشي، ما انا سايبك تقيم وفق الظروف. من 2011 للنهارده، ما هو يا اما كل اللي جم وزراء سياحه ما يعني ادائهم سيء، يا اما الظروف سيئه. انت تختار ايه؟ مش بلتمس له العذر، انا مش بلتمس له العذر خلاص. فاحنا ما ننكرش ان الظروف مش حلوه، ولكن
طبعا في نقط كتير جدا. انا يكفي ان الراجل نفسه وزير السياحه مش عايز يتواصل مع حد، يعني احنا حاولنا قبل كده نفتح ملف، هل مصر جاهزه؟ لا غلط طبعا. هل مصر جاهزه لاستقبال، هو السؤال انا بقى اللي يهمني اكتر من السياحه، هل انت شايف ان مصر جاهزه لاستقبال هجوم سياحي جديد؟ ارجع حتى المعدل اللي انا قلت عنه. لا في حاجه تانية، كحاله فنادق وصيانه ومرافق والكلام ده كله، هل خلينا نقول ان لن يحدث هجوم سياحي مره واحده؟ لا يا بيه، افترضنا حدث، انت جاهز لهجوم سياحي تاني؟ تقديري الشخصي لا، لان عندك مرافق سياحيه عطلانه بقى لها 4 سنين يعني اكيد لا، بس انا شايف ان السؤال ما يبقاش كده، لان مش هيحصل هجوم سياحي مره واحده. افترض تعالى احنا بندور على 100,000 من يا بيه، تعالى يا خير يا صديقي العزيز، تعالى نحلم ان السياحه رجعت، هل نحن في يعني في حاله تسمح بعوده السياحه؟ انا شايف لا. ليه بقى؟ سيبنا من الدوله دلوقتي، الدوله بيتقطع فيها في كل البرامج وعارف اللي هو ايه، مش عايز اقول الضرب في الميت حرام، لا ان شاء الله مصر مش ميت ومصر زي الفل، خلاص خلينا نقول الحكومه، خلاص بننتقد، خلينا من دي دلوقتي تعالى اتكلم على ثقافه المواطن. هل المواطن المصري النهارده يعني ببساطه شديده عشان ما اقعدش افخم في الكلام، نعم، مش هيبقى عندك سياحه غير لما السائحه او السائح يقدر ياخد راحته ويمشي بالشورت في وسط البلد من غير تحرش ولا سرقه، مش هيبقى عندك سياحه طول ما سواق التاكسي بياخد الزبون من المطار ويفهمه ان المشوار ده ب 500 جنيه. يعني انا شايف ان السياحه يا احمد هي المواطن من ضمن من ضمن يعني ماشي. انت عندك المواطن العربي كان بيجي وزي الفل ومبسوط، ما بيجيش ليه طيب؟ وانا لما تسافر دول اوروبيه ويقول لك بعد الساعه كذا ما تمشيش في الحته الفلانيه، هيطلع واحد يثبتك حاجه ويسرقك ويعاكس ويتحرش بمراتك حاجه ويثبتك حاجه ويستغلك حاجه. صدقني والله ابسط حاجه، بص يا جماعه، الطريق السهل للنقد انا بشوف ان هو نقد المسؤولين، لان هم ده العادي اللي بره الصندوق. ان انا النهارده هل انا المواطن بس انا ما شفتش كرامه من وزاره السياحه ولا لجنه السياحه في البرلمان؟ لازم يشتغل طبعا. يعني لا. انا ما شفتش حاجه برضو يا احمد، احسن كده يقول لك ده المواطنين هم لا المشكله. لا طبعا لا. طب رحت الهرم بقالك قد ايه؟ رحتش الهرم؟ لا بقالي كتير. لا انا بقى بروح الهرم من وانا في الجامعه، بحب قوي الخيل والهرم ونزل السمان. الهرم يقهر شويه، عصابات واقفه وانت داخل باشا طول ما عندك بتوع باشا دول مفيش سياح، ده اعظم مكان في العالم، ده الهرم يا جدعان. طول ما ده انت داخل. طب فين الحكومه يا احمد؟ امناء الشرطه والمخبرين. لا ثانيه واحده بس، ما انا جالك في الكلام. انا مره امين الشرطه واقولها هو على الهوا، هو بعد التفتيش يقول لي كل سنه طيب يا باشا. قلت له وانت طيب باشا؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب بس دي في كل حته في مصر. انا جالك في الكلام. فقمت قايل له بقى بغيظ، قلت له هو انت شفتني مثلا بهرب حاجة وهتعديني؟ انت فاهم قصدي؟ يعني هي الثقافة، هو مؤمن الشرطة مواطن والمخبر مواطن. فشايف ان الثقافة مع قرارات الحكومة في احتياج لتركيز شديد يعني. طب بقولك ايه، ما تيجي بقى ازق عليك شوية. شايف الحريات ازاي في 2017؟ احنا دولة فيها حريات يا احمد ولا لا مؤاخذة؟ اي نوع من الحريات تعني ستك؟ حرية التعبير، حرية ابداء الرأي، حق في التظاهر. يعني انت راجل اعلامي كبير وعارف يعني ايه حريات. انا راجل غلبان. الحاجات دي ايه بقى؟ شايفها ازاي في 2017؟ احمد ساكت يا اخوانا. لا يعني بص، هي الحمد لله على كل شيء. واحنا الحمد لله يعني، بس عشان لساني ما يتبلش في بق فوله بصراحه، الحريات في مصر في مأزق. اتمنى 2017 تراعي السلطه في البلاد، ان ما ينفعش شعب بعد ثورتين ده يكون مستوى الحريات فيه. اعتقد الامور محتاجه مراجعه، محتاجه قبل كده ان تعود السياسه الى عقل الدوله، ما يبقاش كله ضرب. لا بص، انا عندي حاجه في الحريات ملاحظه غريبه شويه. هو انت عندك حريه مطلقه وكامله ومنفلته في السوشيال ميديا، فانت لو وقفت يعني اي حاجه في الاعلام هتقف، ما هتروح للسوشيال ميديا ايه؟ يعني انا النهارده لو راجل، لو ما تشرح ليهم وتفهمهم يعني يا جماعه، ما بقاش في حاجه اسمها المنع. بالظبط. انك لو قفلت يعني برنامج احمد سالم هيطلع لك بكره على النت، يعني مش محتاجه فقاقه والله، ده الولد بتاع اولى ابتدائي هيقول لك كده. لو قفلت جورنان هيطلع بكره الصبح على النت. لو منعت كاتب يكتب مقاله هيكتبها على النت وتتقرا مليون مره. يا اخوانا ايها الجالسون في الغرف المغلقه، فتحوا ده ولا انا غلطان؟ النهارده عيد بقى. النهارده عيد. خلونا نطلع فاصل. و بيقول لك النهارده العيد والعريس بيتجوز ولا مش بيقول ايه؟ اتجوز له من زمان. كل سنه وانت طيب. احمد شكله لسه عريس جديد ولا عايز يتجوز تاني؟ عيال وبجري على عيال وعمال تقول حريه، عايز تسلمني. عايز يتجوز تاني احمد سالم. عايز يسلمني بس انا راجل قديم بقى. خلونا نطلع فاصل و
معانا على الهاتف معايا الصديق العزيز المفكر القومي الكبير استاذنا الدكتور مصطفى الفقي. يا مساء الفل دكتور مصطفى. مساء الفل. مين معايا؟ محمد علي خير. اهلا اهلا محمد، بيزك حبيبي. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا اخويا، ربنا يكرمك. انا احييك اولا على ما قالك امس في المصر اليوم عن ان الاقباط يعاني التهميش لكن لا يعاني التمييز او الاضطهاد. مظبوط كده. شايف 2017 على ثلاث مستويات، هبدا معاك بالاقتصاد الاول ازاي؟ واحنا على الهوا دلوقتي؟ نعم على الهوا يا فندم. الله، ده شيء عظيم. طيب اتفضل. الاقتصاد انا اعتقد ان سنه 2017 هتشهد بدايات تعافي الاقتصاد المصري. نعم. لانه قد يستقر سعر الدولار عند معدل اقل مما هو عليه ولو قليلا، وبالتالي يساعد هذا على زياده الصادرات من جانب مصر، وايضا الى جذب الاستثمارات على اعتبار انه سعر العملة منخفض أمام المستثمر الأجنبي. فأنا متصور أن الأوضاع الاقتصادية إذا أضفنا إليها إن شاء الله عودة السياحة الروسية وباقي السياحة من الدول الأوروبية الأخرى، فسوف تكون الأمور أفضل بكثير من 2016 كانت هي ذروة المتاعب. نرجو أن تكون 2017 بداية الانفراج. دكتور مصطفى مساء الخير يا فندم. أحمد سالم مع حضرتك. ومين اللي كان معايا ده؟ ده استاذ محمد علي خير. احنا النهارده القاهره 360 مع المصري افندي في برنامج يعني بمناسبه اعياد الاخوه المسيحيين. هو قال لي احنا على الهوا، احنا كنا على الهوا. احنا على الهوا يا فندم، مع بعض يا فندم. على الهوا. كله على الهوا مع بعضه؟ كله النهارده على الهوا يا فندم. ضمين الحلقتين مع بعض، اتفضل يا دكتور مصطفى. حضرتك شايف العلاقات المصريه السعوديه في 2017 هيبقى فيها جمود ولا تحسن بطيء ولا تحسن ملموس؟ انا اعتقد انها مرشحه للتحسن، لانه في محاولات كثيرة من دول الخليج الأخرى اللي هي قريبة جدا من المملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تنزع من قلوب الخليجيين على مستوى الشعوب الارتباط بمصر، ولذلك ستكون هناك ضغوط أدبية وشعبية لاستعادة العلاقات إلى إيقاعها الحقيقي بين الدولتين. ونفس الشيء في مصر، المصريون لا يفضلون أبدا الخلاف مع السعودية لأسباب على الأقل إسلامية متصلة بالحج والعمرة، ودولة جار ودولة كبيرة وعلاقات قوية وتاريخية ووثيقة. أنا أعتقد أن الأمور حتتجه إلى الانفراج بالتأكيد. دكتور مصطفى، كقراءة في المشهد السياسي الداخلي، شايف في نهاية هذا العام انتخابات الرئاسة القادمة، هل سيعيد الرئيس السيسي ترشيح نفسه مرة أخرى؟ بالطبع أتصور ذلك، لأنه حيتقدم إلى الشعب مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم بملف إنجازات ضخم ربما لا يعرف عنها الكثيرون ماذا يدور، لانه الاعلام الحقيقه اعلام انتقائي الى حد كبير جدا، يركز على السلبيات ويتجاهل الايجابيات الى حد كبير. اعتقد انه سوف يملك في يمينه ملفا قويا يسمح له باعاده ترشيح نفسه. هل الانتخابات القادمه الرئاسيه ستشهد اكثر من مرشح ولا مرشح واحد؟ لا بالتاكيد ستشهد اكثر من مرشح. لا مصر لم تعقم، لا هناك قوى سياسيه ولو كامنه، انما قبل الاعلان عن الترشيح عدة شهور سوف تظهر اسماء بالتاكيد. يعني في النص الثاني من هذا العام نتوقع ده؟ يعني نتوقع في نهايه هذا العام بدايه العام القادم سوف يتقدم مرشح او اثنين او اكثر للمنصب، ولا باس. في الانتخابات عمليه سباق حر وكل فيه يقدم ما يستطيع، ولكن اعتقد ان فرص الرئيس السيسي هتكون اعلى في الفوز ايضا. أنا بشكر حضرتك المفكر السياسي الكبير دكتور مصطفى الفقي. هنطلع فاصل، وخلال فاصل هنشوف تقرير عن مبادرة المصري افندي للتشغيل، وبعد الفاصل هيشرفني الصديق العزيز الدكتور مدحت العدل. أصل بيقول لك تجاوز. احنا تواصلنا معاكم عن طريق التليفونات والعناوين اللي جات لنا من اللي اتذاعت على الهواء عندكم في البرنامج،
وقدرنا ان احنا نتواصل مع الشباب وتواصلوا معانا فعلا، وربنا وفق قدرنا ان احنا نعينهم في شركات. ومن ضمن الاشتراطات اللي احنا بنشترطها على الشركات بتاعتنا ان كل التعيينات بتبقى بعقود ثابته، بنقدر ان احنا نوفر تامين اجتماعي، بنقدر ان احنا نوفر مواصلات، سكن للمغتربين. الخدمات اللي بنقدمها من خلال مكتب توظيف الجمعيه بتبقى خدمات مجانيه تماما للباحثين عن العمل. كل اللي احنا بنطلبه من الشباب انه يعني يحاول ان ينسى شويه موضوع ان احنا نشتغل في الحكومه، ونحاول ان احنا نتجه شويه للقطاع الخاص. محتاجينهم، بنقول لهم اتفضلوا تعالوا، محتاجينكم، فاتحين ابوابنا ليكم. الحقيقه المبادره اطلقت من شهر في البرنامج، واحنا متشكرين جدا جدا ان البرنامج ساعدنا في انه يتواصل مع الشباب ويتلقى الطلبات ويبتدي يبعتها لنا. الحقيقة في مجموعة من الشباب فعلا اشتغلت بالفعل، ويمكن هتشوفوهم دلوقتي على الواقع. احنا النهاردة بنقول للشباب اللي كان يعني عنده عدم ثقة في اللي احنا قلناه من شهر ان الناس اشتغلت والناس بتشتغل. العدد يمكن مش هو اللي احنا كنا نصبه اليه في الفترة اللي فاتت، فعشان كده احنا بنقول للبرنامج خليك ورا الفكرة وورا المبادرة لغاية ما يبقى 2017 يحقق حلم أكثر من 5000 وظيفة في القطاع الخاص في الاستثمارات في 6 أكتوبر ومن خلال جمعية مستثمري 6 أكتوبر. كنت بتفرج على البرنامج وتابعت مع مكتب تشغيل جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، وجيت هنا ووروني شيء أكتر من شغلنا، وجيت هنا المصنع وعجبني الشغل هنا وعملوا معايا عقد وشغال بقالي أسبوع. ممكن تبدأ بألف ونص، السنة الجاية يبقى 2000، السنة اللي بعدها يبقى 2500. أدام بتجتهد في شغلك ربنا يكرمك، القعدة مش هتجيب نتيجة، والشغل هو اللي بيفتح لك مجال من شغل لشغل من مكان لمكان. والنهاردة عامل بكرة مشرف، بتكبر في شغلك لكن القعدة مش هتكبرك. أنا اسمي إسلام عبد النبي أحمد من بني سويف، اتواصلت على البرنامج المصرف أفندي ووفر لي شغل. جيت هنا الشركة، مرتب 1800 جنيه في 12 ساعة، وفي تأمين صحي وتأمين اجتماعي وفي بدل سكن، والشغل موفر لنا كل حاجة وفي مواصلات. اسمي محمود محمود جنيدي من الفيوم من مركز سنورس، اتفرجت على البرنامج نصر افندي وتواصلت معهم على المكتب في المجرة السابعة مدينة 6 اكتوبر، ووصلت الشركة والحمد لله اشتغلت 12 ساعة مرتب 1800. السنة الجاية إن شاء الله بقى في زيادة، بيقولي بعد 3 شهور في حوافز، موفر لنا سكن، موفر لنا مواصلات الفيوم. اسمي آية مختار حسين، خريج السياحة وفنادق، فأنا ما ينفعش إن أنا أقعد كده من غير شغل، فقدمت على البرنامج ورحت بمكتب التوظيف ورحت اشتغلت، اتقدمت هنا على مرتب على 1500 واشتغلت حاجة غير مجالي خالص، ودلوقتي شغالة في مكان كويس ومحترم. عملت الانترفيو تمام واتقابلت وكل حاجة، قعدت مع الباشمهندس محمد صلاح أكسبت بمي، قعدت مع الباشمهندس اتش ار طلب مني كذا ورق جهزته وجيت قابلت على طول.